يمكن كمان لو اتكلمنا عن المظاهر احتفالات العيد يا محمد، ما نقدرش ننسى شمال سيناء، فاحتفالات بطبع خاص بيشهدها اهالي شمال سيناء واللي بيتم تنظيمها في الدواوين والشوارع اللي بتتميز بالطقوس والتقاليد البدويه. جميل، تعالوا نتعرف بسنت على تفاصيل اكتر. على الهاتف معنا الشيخ سعيد العماري احد القيادات الشعبيه بشمال سيناء. صباح الفل والخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. صباح الفل عليك، كل سنه وحضرتك بخير وكلكم بخير والشعب المصري كله بخير. احتفالات ليها طابع خاص ومميز في شمال سيناء، عايزين حضرتك يعني تكلمنا اكتر عن الاحتفالات اللي بتشهدها المحافظه خلال ايام عيد الفطر. الاحتفالات في شمال سيناء بتمتاز بالتقاليد البدويه اللي هي العائليه، ان الناس كلها بتشارك من صلاه العيد، بيكونوا بيصلوا في ساحات وفي مساجد بعد صلاة العيد مباشرة. الناس بتقف، دي عادة موجودة في شمال سيناء أو في المناطق البدوية، بتقف تسلم على بعضيها بالصف كده بعد الصلاة مباشرة. كل الشباب والناس الكبيرة يقفوا صف واحد ويسلموا على بعضهم، وبعد كده يبدأوا يروحوا الدواوين اللي هي المقاعد، اللي هو يعتبر ده المناسبات العائلات، يقعدوا في المضيفه والناس تسلم على بعض ويفطروا مع بعض، وكان في كعك، في فطار، في اي حاجه، بيكون الناس كلها بتشارك بعضيها فيها. جميل. احنا بنتكلم السنه دي يمكن في اختلاف شويه، وهو الامان، يعني القضاء على الارهاب بشكل نهائي والامان، فهل في مظاهر احتفال مختلفه السنه دي عن كل سنه فاتت؟ هو الاحتفالات دايما في شمال سيناء ان القبائل والعائلات بتشارك القيادات الامنيه والقيادات السياسيه في شمال سيناء، بيكون اول يوم في استقبال في المحافظه او في مديريه الامن او في الاجهزه الامنيه، بيشاركوا بعض، ودي من ضمن الحاجات اللي هي والقوات المسلحه طبعا، بيكون وفود بتروح من القبائل والعائلات للقيادات الامنيه سواء القوات المسلحه او الداخليه أو القيادة السياسية عن طريق السيد المحافظ، بيسلموا عليه ويعيدوا عليه، وبعد كده العائلات بقى بتبدأ تلف على بعضيها وتعيد على بعضيها. احنا شايفين كمان يمكن على الشاشة دلوقتي فعاليات بيشارك فيها الأطفال والفتيات. تمام. طب شيخ سعيد، يعني احنا السنين اللي فاتت شفنا تطوير في مناحي الحياه، كافه مناحي الحياه في شمال سيناء، ومن ضمن المناحي دي فكره المتنزهات والحدائق والاماكن الخاصه بالترفيه. لو حابين حضرتك تكلمنا اكتر ايه اللي حصل في تطوير من اماكن التنزه والحدائق اللي بتعتبر يعني رئه كده للتنفس لاهلنا في شمال سيناء. في مدينه العريش في بيطلعوا في المنتزهات، في المدن، في دير العبد، في رفح، في الشيخ زويد، في الوسط، في حاله عدم حتى وجود منتزهات، في الناس بتطلع، الشباب بيطلعوا على البحر في ساحل الرمانه، في ساحل دير العبد، في منطقه الارواء في دير العبد، في منطقه الساحل في الشيخ زويد، فالشاطئ العريش بالكامل. دايما العيد ليه بهجه خاصه في المناطق البدويه والمدن شمال سيناء، من الزيارات العائلية والمشاركة من أصغر شباب، من الشباب الصغيرة إلى الناس الكبيرة، بتشارك بالدواوين في المساء في المقاعد. دي تعتبر من ضمن العادات اللي تمتاز بها شمال سيناء، إن المنتزهات بتبقى موجودة للشباب، والدواوين اللي هي دور المناسبات بتبقى للناس الكبيرة والشباب والجيل الوسط، دايما قاعدين اول يوم بيكونوا متواجدين في المناطق دي. طيب شيخ سعيد، كلمنا بقى عن الاقبال على القرى السياحيه عامل ازاي؟ في شمال سيناء ما فيش قرى سياحيه حضرتك، انت عارفه في العريش بس، في مدينه اسمها العريش. في اقبال في العريش؟ في اقبال، في اقبال. طب شيخ سعيد، كلمتنا عن التراث البدوي واهميه الدواوين دي بتجمع الناس وكبار السن والناس واهلنا في اعداد جميله وفيها لمه حلوه مع العيله ومع الناس والاصدقاء. غير الدواوين، ايه مظاهر التراث الشعبي البدوي المميز لشمال سيناء؟
هو اخر النهار بيكون طبعا دايما الشباب بيعملوا عادات على اللي هي عادات ستر اللي في الجبال او في على ساحل الرمانه او على ساحل دير العاب او على ساحل العريش او ساحل الشيخ زويد، او الاعداد اللي هي بتعمل فيها الاكل البدوي المشهور سواء المندي او الاكل المشهور القيمه او المندي الفراخ او مندي اللحمه والعزومات اللي بتبقى ايه بتبدا الخاصه. طيب يعني انا عايزه اعرف من حضرتك يا شيخ سعيد ايه ممكن يكون لو ايه العوامل الجذب اللي احنا ممكن نعملها عشان نخلي يمكن الشباب في باقي المحافظات من القاهره وبورسعيد وابلي وبحري يجوا شمال سيناء، ايه العوامل الجذب اللي ممكن تجذبهم لشمال سيناء؟ اللي هي الرحلات السفري تبقى على الساحل او السفاري على المناطق الجبليه. والاكل الحلو اللي لسه قايله انت برضه دلوقتي. الاكل الحلو يعني ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حد بيزور شمال سيناء ما يعرفش اللصيمه دي الاكله البدويه الاساسيه في شمال سيناء. زي ايه بقى الاكلات دي كده؟ يعني عايزين معاك كده صباح الخير يا مصر نقول كده اجمل الاكلات الحلوه اللي مميزه جدا في شمال سيناء والمميز بيها التراث البدوي. المندي. المندي رقم واحد. المندي ده المندي رقم واحد. رقم اثنين والاساس واللي هي الاكله الشعبيه الاولى في شمال سيناء اللصيمه، عباره عن عيش بتشوي فيه البطيخ مسمينه العجر الصغير ده. جميل. في النار وبتتعمل بزيت زيتون بالفلفل العرايشي المشهور، ودي الاكله الشعبيه الاولى في شمال سيناء، واي حد بدوقها يعني لازم يرجع تاني ياكلها تاني. كل سنه وحضرتك طيب وكل اهالي شمال سيناء في خير وامان وطيبين يا رب دايما، ودايما بنحتفل مع بعض باعياد. بنشكرك الشيخ سعيد العماري احد القيادات الشعبيه بشمال سيناء.